في الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية، وكلها في العقيدة، مش اختلاف في المذهب، في مسائل الصلاة، في البيوع، لا لا لا، في الاعتقاد. وأول خلافهم، هل وجود الله عين الذات أم زائد على الذات؟ هذا أول خلاف بينهم. توكلنا على الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. جمعتكم مباركة. نحن نسجل يوم الجمعة، لكن لا أدري متى سيم شرح هذا. طيب، صار عندنا قوائم تسجيلات، سجلت 4-5 تسجيلات لأصل إلى هذا، لأبين لهم خلاف السلف. طبعا نحن سجلنا التسجيل الماضي أيضا، لكن في هذا بحث تعدد آراء أهل السنة العقدية لا تجري. الآن سأعطيك بأمثلة أخرى من كتاب ابن تيمية. بقى أنت زي ما تصح، يعني أنت واجد علينا، أو أنت زعلان، يعني هي زعل يزعل موجودة في اللغة أيضا، لكن هي أكثر استخدم، يعني يجد على فلان، أو أنت غضبان، أو أنت غضبان لأن المتكلمين اختلفوا في مسائل العقيدة، وأن أول مسألة اختلفوا هي وجود الله. هو طبعا لم يختلف في وجود الله، إنه إنما وجود الوجود هل هو عين الذات أم صفة زائدة عن الماهية. طيب، إيش رأيك إذا جبت لك خلافات للسلف في آيات من القرآن؟ يعني في بعض ألفاظ من القرآن في بعض السلف أنكرها. طبعا تركك من إنكار ابن مسعود رضي الله عنه للمعوذتين، يعني هذه مع مشهورة معروفة، وقيل أنه طبعا رجع وكذا وإلى آخره، ماشي. لكن في خلافات أخرى، طبعا كما قلنا لنا في المرة الماضية، لسنا من باب يعني من يبني يهدم مصرا ليبني قصرا، لكن يعني عم نذكره بنفسه. يعني في وارد أنه والله التشكيك في بعض الآيات، لأن لا، احنا من هذا نعطيه صدمة حتى يصحى على حاله. انت مثل ما هذيك المرة لما قال انتم اختلفتم ألفت كتب في خلاف بين الأشاعرة والماتريدية. طيب صدعنا انه له، طيب ما ألف كتب في الخلاف والاقتتال الذي حدث بين الصحابة؟ هو الحديث جاء انه اذا التقى المسلمان بسيفيهما والقادر يقتلوه في النار والعياذ بالله. هلا اذا اخذته على ظاهره وسحبته على هذا الذي حدث في عهد الصحابة، ايش بدك تقول؟ طبعا نحن لا نسحبه، مع انه هو سئل ابا بكر اظن لما سئل قال يعني عن انه يعني هل اقاتل، ساله الاحنف اظن ابو قيس، الان ساريكم الحديث في البخاري، انه هل اقاتل مع احدى الطائفتين، يعني الذين اختصموا طائفه، اما اول شيء في حرب الجمل او في حرب صفين بعدين. فقال له، روى له هذا الحديث، اذا التقى المسلمان فالقاتل المقتول في النار، فانا لست لا مع هذه ولا مع ذلك. في ناس لانه اعتزلوا، لانه مواقف الصحابه كان رضي الله عنهم اجمعين، ناس مع سيدنا علي وناس مع عائشه اولا ثم مع معاويه بعدين، او ممكن صار في ترتيبات اخرى وتقسيمات اخرى في قضيه الحرب الجمل وحرب صفين. طيب، وناس مع هؤلاء وناس مع هؤلاء وناس اعتزلوا. فوجاء انه اذا التقى المسلمان بسبب فقط يقتلون في النار، لكن ما جاء انه والله اذا اختلف المتأولان في آية او حديث فكلاهما في النار. فنحن القصد انه طبعا نترضى عن الصحابة اجمعين ولا نخوض فيما شجر بينهم، ونقول كلهم كلهم متأولون. شايف التأويل كيف بيفيد هون؟ لذلك ابن تيمية ايش قال لما قال وقد آل الشر بين السلف إلى الاقتتال، بعدين قال والتأويل يمنع الفسوق. لا، عند الوهابي التأويل هو الفسوق وهو الفجور وهو الإلحاد في صفات الله أو في القرآن أو في كذا. لكن هون آتي لك بأنه الخلاف حتى في إيش، لاحظ هون مثلا، هو هذا ابن تيمية يحكي أنه بيحكي مسائل اختلف فيها الصحابة، وأول ما يبدأ بالقول إيش يقول؟ هذه من النصوص، نصوص ابن تيمية الذي يبين أنه الخطأ معذور، خطأ المجتهد في المسائل العملية والعلمية
صاحبه مغفور له. لاحظ يقول: والخطأ المغفور في الاجتهاد وهو في نوعي المسائل الخبرية والعلمية، ليست العملية، العلمية. في النص الماضي الذي قرأناه قال الخبرية والعملية، أو قال القولية والعملية، لكن هون الخبرية والعلمية. يعني لاحظ، يعني حتى في المسائل العلمية والعقدية، لاحظ كما بسط في غير هذا الموضع. يعني ابن تيمية تكلم عن هذا مرارا وتكرارا. لذلك هلا هذا الأخ التلبنتي أحيانا يعود إلى رشده، لأنه أحيانا هذا بيصير معه، يعود إلى رشده يقول: لا، الأشاعرة كلهم يعني المتقدمين والمتأخرون والمتأخرون، يعني هؤلاء اجتهدوا فأخطأوا فقط، وأن خطأهم مغفور، وأنهم لهم جهود طيبة في الدفاع عن الإسلام وعن الكتاب والسنة وإلى آخره، مع أنه حنبلي متعصب وكذا، لكن هو هكذا. فلاحظوا هنا، فهو هنا يأتي لنا بأمثلة كثيرة أنه الخلاف بين السلف، غير الأمثلة اللي حكيناها المرة الماضية لما أتينا بهذه قضية، لما وقد آل الشر بين السلف إلى الاقتتال، في أمثلة في موضع آخر من الفتاوى يتكلم عن هذه الأمثلة. مثلا يقول لك أن بعض الصحابة هذا أنكروا هذا الحديث أن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، لأنه هو قال إيش؟ هنا أنا جعلت بعض التفصيلات، أنه يعني قالوا انه ان الميت اللي يعذب ببكاء اهله عليه. مثلا السيده عائشه رضي الله عنها قالت انه وهل ابن عمر، وهل اخطا او يعني سهى، قالت انه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه لا يعذب بخطيئته وذنبه وان اهله لا يبكون عليه، في البخاري. ايضا ابن تيميه يذكر انه بعض السلف انكروا ان الميت لا يسمع خطاب، يعني او بعض السلف قالوا هكذا، إن الميت لا يسمع خطاب الحي، يعني أنكروا أن يسمع الأموات الأحياء. وبالمناسبة ابن تيمية وابن القيم يرى أن الميت يسمع، وهذا خلاف أنا ذكرته في الدكتوراه، وابن القيم في كتاب الروح أطال في الكلام في ذلك. لذلك ما بيحبوا الوهابية هذا كتاب الروح، بيقول لك يعني هذا كتبه حينما كان صوفيا أو قبل أن يلتقي بابن تيمية، مع أنه هذا غير صحيح. هو في كتاب الروح ينقل عن ابن تيمية بعد وفاته كما ذكر محقق كتاب الروح. أنا ممكن يعني أريكم إياه، أنا يا أخواني لما أقول ممكن أريكم إياه بعدين أنسى أنا يعني أنه أنا قلت لازم أريكم هذه الحلقة، أريكم هذه الوثيقة، لأنه أثناء التوثيق بعد شوي بنسى إيش أقول. لذلك أحيانا أحط جنبي تسجيل أشوف إيش قلت مشان نوثق يعني، لكن هلا ما في تسجيل يعني غير هذا. فمثلا هون بيقول لك بعض السلف قالوا إن الميت لا يسمع خطاب الحي لآية إنك لا تسمع الموتى. وهنا في البخاري تتمت هذا حديث السيدة عائشة رضي الله عنها تقول إنه ابن عمر قال إن رسول الله قام على القليب وفيه قتلى بدر من المشركين فقال لهم إنهم لا يسمعون ما أقول. قالت السيدة عائشة إنما قال إنهم الآن لا يعلمون ما كنت أقول لهم حق، ثم قرأت إنك لا تسمع الموتى، وقرأت وما أنت بمسمع من في القبر. طبعا هذه هدية للهلالي، هذا الهلالي صاحب كتاب أين الله، قال يذكر من ضمن الأدلة على أن الله في السماء الدجاجة، قال تشرب تنظر إلى السماء. وهذا مثل بين العوام، أنا كنت أيضا أسمعه من أمي رحمه الله تقول لي يعني الدجاجة تشرب وتنظر إلى ربها، يعني هذا مثل سائر بين العوام. فهو الأخ هذا عم يحتج فيه هذا. فالهلالي هذا إيش قال ردا على الإسماعيلي الذي قال إن حديث البخاري يكشف ربنا عن ساقه، يعني هذا شاذ، لأنه رواه، والحافظ ابن حجر قال، والألباني أيضا قال هذا الكلام، لأنه رواه الرواة الآخرون رواه ثلاثة بلفظ يكشف عن ساق، وهذه أخرجها مسلم. قال هذه كلفظ الكتاب، هذا الإسماعيلي قال كلفظ الكتاب، كلفظ القرآن، فهذه مرجحة، وإلا لا يظن أن الله ذو أعضاء، هكذا قال.
فرد عليه هذا الهلالي في كتابه المنهل الرقراق اللي احتج فيه الدمشقي على إنكار تأويل الساق عند السلف، ولما بينا له أنه من هذه الآثار أثر مجاهد، أنه ورقاء عن ابن جيح عن مجاهد أنه يوم يكشف عن ساق عن شدة، أيضا بنفس هذا السند ورقاء عن ابن جيح عن مجاهد استوى على. ليش قلت هذاك صحيح وهذا استوى على أنه صحيح عن مجاهد وهذا لا لم يثبت؟ هذه كمش ناضية، المفروض تابعا أنه يحتج بقى بالهلالي، هو لأنه تبرأ بالهلالي من الهلالي، بعدين طلع على الفيديو، طلع الفيديو تبرأ منه، مع انه فيديو ثاني لا كان يحتج به. المهم فهو هذا الهلالي ايش قال؟ قال لا، مين قالكم انه لفظ الكتاب، انه الحديث يجب ان يوافق لفظ الكتاب؟ هذا شرط باطل عاطل استدل عليه قوم لا خلق لهم بادله كاسده باطله. انه قال ليس من شرط السنه ان توافق الكتاب. فرحنا جبنا له كلام الشافعي انه اذا اختلف الروايات، طيب هو اذا جاءت السنه جاء في الحديث بسنه مستقله، طيب ماشي، انه يعني ليست في الكتاب، ماشي، ما في مجال، ما في شيء هذه. لكن هو نفس الحديث اختلف فيه الرواة، وفي عندك القران يوافق احدى هذه الرواة، يعني القران يقول يكشف عن ساق، وهذا في الحديث حديث البخاري يقول يكشف عن ساقه، وفي حديث مسلم روايه مسلم لنفس الحديث يكشف عن ساقه. فبناخذ الموافق للقرآن، هذه الشافعي قال انه اذا اختلفت الاحاديث او روايات الاحاديث ناخذ الموافق للقرآن، وهذه نظمها اظن العراقي في 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 ألفيته في 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 الحديث في مصطلح الحديث، وهذا يشهد لها صنيع عائشة هنا. لاحظ انه تنظر الى الكتاب الى القرآن، لاحظ انه نظرت انه ان الميت لا يعذب ببكاء اهلي عليه، وفي رواية اخرى اظن قالت هو لا تزر وازرة وزر اخرى، قالت هو قال إنه لا يعذب بخطيئته وذنبه وإن أهله يكون عليه، حتى واحد طبعا حديث البخاري إن الميت يعذب ببكاء أهلي عليه، يعني وأولوه العلماء، يعني قالوا إنه إذا أوصى بذلك أو إلى ما هنالك. وأيضا هنا لما قالت إنه أهل القليب سمعوا إن عمر بن عمر روى إنه إنهم لا يسمعون ما أقول عن قتل بدر من المشركين، اللي هذا محمد شحرور هذا المهندس قال طلع وقال ما هم أهل بدر كلهم شهداء، المشركين المشركون والمسلمون الصحابة كلهم شهداء، معنا لكم إيه حكاية المهندسين اللي وين دول؟ واحد هذا طلع محمد شحرور قال هذا الحكي. طيب ورد علي هذا أخونا أبو عمر الباحث. طيب فهون إيش قال؟ إجانا هاتف لحظة، عفوا. طيب هو يذكر أيضا على وجه السرعة بقى، يذكر قول شريح في قوله تعالى بآية في قراءة بل عجبت أو يسخرون، لاحظتم أنه قال شريح أن الله لا يعجب، لاحظ لأنه يكون عن جهل والعياذ بالله، مع أنه إيه يقول لك صفة العجب هذه وثابتة ابن تيمية عند السلف وكذا، أي واحد من السلف يقول لك لا. ايضا يذكر ان بعضهم اعتقد ان عليا افضل الصحابه، مع انه هذا خلاف الذي عليه يعني جمهور اهل السنه. هو طبعا يقول انه بسبب اعتقاده ان لماذا يعتقد ان عليا افضل الصحابه؟ قال بسبب اعتقاده صحه حديث الطير، اللهم ائتني باحب الخلق اليك ياكل معي هذا الطير، الذي اخرجه الحاكم. قالوا يعني انه الحاكم استدرك على الصحيحين، ماذا اخرج؟ قال اخرج هذا الحديث، يعني الحديث ضعيف يعني. طيب فلانه هو اول كلامه ابن تيميه بيقول لك يعني بعض السلف انه، وحتى هو يذكر في مواضع اخرى انه في بعض السلف قال اقوالا بدعه، هي بدعه. لماذا قال؟ اما لانه اعتقد بصحة أحاديث لم تصح، أو فهم من الآيات غير المراد أو كذا. وهنا يذكر أنه أيضا أنه يعني اختلفوا بسبب هذا، أنه اعتقد صحة حديث أو اعتقد أن تأويل آية معينة أو كذا، أو يعني فهم على غير مراد أو كذا. نأتي بقى للمهم بقى أو للجد بقى، هون اعتقاد بقى هذا ذكره ابن تيمية، اعتقاد بعض السلف أن بعض الكلمات من القرآن ليست كذلك، أو أنه هي كلمات أخرى يعني المفروض. مثل إيش؟
يعني أنكر الروايات أو القراءات المشهورة يعني، أو بعض مثلا وقضى ربك، قال لا، قال بعض السلف إنما هي ووصى ربك. آية وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، قال لا، قال بعض السلف إنه هي وإنما هي إذا أخذ الله ميثاق بني إسرائيل. إيه طبعا، يلا في بعض الآيات أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، وهذه ميثاق النبيين. طيب هذه في آل عمران. طيب بعضهم أيضا أنكر أولم ييأس الذين آمنوا، قال ليست أولم ييأس، هي أولم يتبين الذين آمنوا. وذكر أيضا هنا في آخر الكلام، ذكر أن شوف، كما أنكر طائفة من السلف على بعض القراء بحروف لم يعرفوها حتى جمعهم عثمان على المصحف الإمام، وحتى هذه قراءة حمزة، فاسألوا الله، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، فبعضهم قال إذا لو سمعت أنا إمام يقرأ بها لا أقتدي خلفه، يعني بعض السلف. وهي بالمناسبة هذه فيها توسل هذه وكذا إلى آخره. طيب، فأيضا هون ذكر أيضا تتمة وبعضهم قال، بعض السلف أنكر أن الله يريد المعاصي لاعتقادي بأن الإرادة هنا معناها المحبة أو الرضا أو إلى آخره. حتى وبعض السلف ينسب إلى القدر، قتادة والحسن البصري، وإن كان قالوا بقى إنه لا، تابوا عن ذلك أو رجعوا أو ما إلى ذلك. أيضا يذكر أكثر من ذلك، يذكر حتى إيش، إنه بعض الصحابة اتهم البعض الآخر بالردة أو بالنفاق أو بكذا خطأ، يعني كيف يعني؟ قال مثلا اعتقد أن من تجسس لعدوه، قال من جس لعدو تجسس لعدو أو تجسس للعدو وأعلمهم بغزو النبي فهو منافق. قال كما اعتقد ذلك عمر في حاطب بن أبي بلتعة الذي راسل قومه في فتح مكة يعني. فقال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق، اعتقد أن هذا فعله. طبعا بين حاطب أن بين حاطب رضي الله عنه لا، هذا لم يفعله خيانة لله ورسوله، إنما كانت له يد هناك، هذه مجازية، يد مجازية، يد عند قومه، فيعني أرادها، وقال أن أعلم أن الله سينصرك وهذا لن يغنيهم شيئا وكذا إلى آخره. طيب أيضا بيقول لك بعضهم اعتقد، بعض الصحابة اعتقد أن من غضب لبعض المنافقين فهو منافق. قال كما اعتقد ذلك أسيد بن حضير في سعد بن عبادة لما قاله إنك منافق تجادل عن المنافقين، اتهام للصحابة بالنفاق أو هم بقتل بعض الصحابة كما فعل عمر. فإذا هذا كله ناشئ من أخطاء، يعني كله ناشئ من أخطاء أو يعني خلافات أو ما إلى ذلك. يعني كما ترى الخلاف إذن واقع، حتى هم اختلفوا في بعض ألفاظ القراءة القرآن أو بعض القراءات. إيش حتى يذكر هنا أيضا أن قضية هذا الذي قال إذا أنا مت فأحرقوني ثم يعني إيش ذروني في اليم، فوالله ذروني في اليم، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعلم احد من العالمين. في روايه البخاري تتمه الحديث ففعلوا به فجمعه الله ثم قال له ما حملك على الذي صنعت؟ قال ما حملني الا مخافتك، فغفر له. شوف هون يشك في قدرته، لئن قدر الله علي ليعذبني، يشك في صفه القدره، لا يؤول صفه اليد بالقدره، لا هذا انكر اليد والقدره معه، مش واحد يقول لك لا هذا كان يثبت اليد بس انكر القدره. فهنا اثبت، طبعا هي الحديث في تاويلات كثيره، انه مثلا لئن قدر علي اولوها انه لئن ضيق الله عليه كما فقدر عليه رزقه كما في الايه يعني. فتاويلات كثيره ذكرها ابن بطال، والحافظ بن حجر. ابن بطال من الطريف انه ايش قال، انه لماذا غفر له؟ شوف قال فغفر له وان كان كفر، وإن كان كفرا، إنه أنكر قدرة الله، شك في قدرة الله على الأقل، قال من أجل أنه قاله على جهل منه بخطئه فظن أن ذلك صواب. بعدين قال إنه ولا يتساوى، وليس من العدل والإنصاف أن يتساوى من أخطأ
وهو يقصد الصواب مع من تعمد الخطأ والعناد. أصلاً وبعدين هون جاب يعني كلام جميل، انه هذا قد يكون من التأويلات الجميلة، انه هذا قد يكون يعني في شرع غير شرعنا. نحن في شرعنا انه الكافر لا يغفر له، او المشرك لا يغفر، ان الله لا يغفر اشكوي، هذا كافر، هذا انه المفروض انه انكر قدرة الله او شك فيها وكذا. فقال من الجائز عقلا ان يكون في شرع من قبلنا انه يعني يغفر للكفرة، او وان كان في شرعنا ليس كذلك. يعني ما معنى الكلام؟ وهذا ما يقوله الأشعري في الواقع لما قلنا لكم هذه الخلافات اللي بيحكي عنها الدمشقي، خلافات كثيرة بين الأشاعرة والماتريدي. من هذه الخلافات أنه هل يجوز أن يغفر للمشرك أو الكافر عقلا ليس سمعا؟ سمعا لا يجوز في شرعنا على الأقل. فقال هو بطال، وسأذكر لكم كلام الأشعري يعني في موضع آخر في هذا المضمار يعني. فهذه خلافات، شوف كلها طبعا هون قبل أن نختم، هون في خلافات أنا ذكرتها يعني، ما بعرف إذا اتسع المجال الآن لذكرى، مثلا قول